جولة مواجهات ثانية تنتظر ثلاثة مشتركين آخرين، فقط اثنان سيستمران. لجنة التحكيم متأهبة: البروفيسور فؤاد مراد، الدكتور عبد الحميد الزهيري، الدكتور خالد العالي. ورحلة نجوم العلوم لا تكتمل من دون خالد الجميلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم عشاق العلوم والابتكار. أهلا بكم في المرحلة الثانية من تصفيات بناء النموذج. المنافسة شديدة ومعنا نخبة المبتكرين الشباب، الكل يتطلع أن يكون نجم الموسم التاسع وأن يحقق ما قام به ضيفنا اليوم حامل لقب موسم نجوم العلوم الأول بسام جلغة. لما تخرجت هندسة من الجامعة كان وضعي مثل أكثر الشباب اللبناني، فرص العمل محدودة وما كنت عارف شو بدي أعمل، فقررت كفي تعليمي والبحوث الأكاديمية. سنة 2009 تغيرت مجرى حياتي لما فزت ببرنامج نجوم العلوم. بسام جلغة من لبنان. لأول مرة حسيت إنه الفكرة صار فيها تصير منتج موجود بالسوق، فمن وقتها سلكت طريق ريادة الأعمال. تقلت على الصين لتنفيذ مشروعي، بخلال 3 سنين صنعنا وأنتجنا المشروع وصدرناه إلى أكثر من 55 دولة حول العالم. اليوم بعد 9 سنين قدرنا نخلق فرص عمل لشباب جداد عندهم نفس الطموح، وإيد بإيد لبناء مستقبل أفضل. حياك الله بسام، وأنت من الرعيل الأول لبرنامج نجوم العلوم، حصلت على لقب الموسم الأول لهذا البرنامج. اليوم شو أخبارك؟ عطنا وين وصلت اليوم في رودي تونر؟ صراحة أنا صار لي 9 سنين مخرج من ستارز أوف ساينس، فاللي قطع علي كتير قصص من مشاكل صعوبات، بس الحمد لله هلأ رجعناهم كلهم. حالياً أطلقنا المشروع الثاني تبعنا اللي هو تحسين على الرودي تونر. صنعنا تقريباً 12 موظف بالشركة تبعنا، صرنا مصنعين أكثر من 20,000 قطعة موزعين بكل أنحاء العالم. المشروع تبعي تطور جداً، والقصص اللي قطعت فيها كمان اكتسبتني خبرة ما كنت لاقيها غير مطارح. فأنا اللي هلأ عم حاول أعمله كمان بقلب بلبنان، إني جرب ساعد غير مشاريع كمان، غير أفتح فرص عمل كمان للشباب اللبناني ليقدروا كمان يتطوروا ويحسنوا مشاريعهم. هلأ أسست حاضنة أعمال للمبتكرين في لبنان، صحيح؟ صحيح. من وين جتك الفكرة هذه؟ بلش الفكرة صراحة من بعد ما خلصت أنا ستارز أوف ساينس، ما لقيت الدعم الكافي الموجود بلبنان تقدر أنقل المشروع تبعي. كان بوقتها يعني مرحلة بروتوتايب شوي متقدم، بس ما كان حاضر ليصير يوصل للصناعة. واجهت كتير صعوبات، فحاولت أني أسس مثل جمعية بتساعد الشباب اللي عندهم أفكار مشاريع تشتغل بالإلكترونيكس بالبرودكتس تا يقدروا يوصلوا البرودكت يصير بالسوق. شكرا جزيلا لك بسام، وهذا من طيب اصلك مثل ما يقولون. مواجهه الليله حاسمه، ومصير ثلاثه مبتكرين مرتبط بما قاموا به من جهد وبقرار لجنه التحكيم. خبراء شرحوا للجنه تفاصيل المشاريع، والجميع جاهز للمعركه. تقرير وفاصل قبل المواجهات. شهرين داتا كولكشن، بروجرامينج، تيستينج، واليوم صار وقت الحسم، اليوم هو الجادجمنت داي. كاننا فؤاد من لبنان، وزينب من البحرين، ومحمد فرج من مصر. انا بقول هيدي المجموعه رح تكون في صعوبه في عزل واحد من بيناتهم. It was a design challenge but it was done. And what you do as a user is you push the button and the system starts. There were some new challenges that were a bit unforeseen. مش جايين عشان نحكم على اختراعاتهم، عندهم اختراعات ولا لا، احنا بنحكم على النموذج الصناعي تبعهم. How complex is this machine? What's in it? My biggest challenge was to be able to spray the materials. Oh my god. I understand that you have to shorten the cable at the top. There is one thing that is smart that is implemented and others that are still missing. عن نحكي عن داتا اناليتكس، عن نحكي عن نانو تكنولوجي، عن نحكي عن تكنولوجيات العصر. انا وصلت لقراري. عندي اسئله كثيره عن الخيارات اللي اتخذت بكل مشروع. النقاش سوف يكون حاد، ويجب ان يدافعوا عن كل الخيارات اللي اخذوها.
حياكم الله مشاهدينا الكرام على موقع برنامج starsofscience.com وصفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وانستغرام. لأي آلة أو جهاز تشترونه عمر وزمن افتراضي محدود، إما بسبب الاستعمال أو بسبب ابتكار آلات أحدث. محمد فرج يريد أن يطبق المثل الشعبي احفظ قديمك جديدك ما يدوم، أو مثل ما يقولون قديمك نديمك. الحفاظ على الآلات القديمة وتحديث إمكانياتها مع محمد فرج. جميل أن تتمتع باللياقة البدنية، والرياضة طريقك إلى جسم سليم. تدريب تمرين بدون نتيجة، تعب يأس ملل. محمد فرج ابتكر آلية جديدة لتحديث الآلات الرياضية القديمة، فعبر شاشة تفاعلية يمكنك تحديد سرعة التمرين وتوقيته وعدده، والتحديث الجديد ينبهك عند الخطأ في تنفيذ التمرين، كما يحلل البيانات المتراكمة يومياً. مع ابتكار محمد جدد حياة بدنك وآلاتك. أنا بالنسبة لي الرياضة حاجة مهمة جداً، بتحسن من صحتي، بتحسن من المود، بتحسن من البرودكتيفيتي بتاعتي. لما بنزل الجيم بروح على الكارديو ماشينز بلاقي انها سمارت، بعدين اروح على السترينث ماشينز الاقي ان مفيش التكنولوجي دي، مفيش السمارتنس ده، ومن هنا قررت ان انا لازم انا اللي ادخل التكنولوجي دي، انا اللي هعمل البرودكت اللي يخلي الماشين سمارت تدي لك الداتا وتديك الانتليجنس. محمد شو اللي عمله علميا تتربح؟ جهزت حالي وقفت كل الدستراكشنز وان شاء الله فول فوكس في المسابقه. Make it or break it. محمد انت متحمس وجاي تنفذ اختراع تعديل الجيم الموجود. So سميناه سمارت جيم، انت مسميه سمارت جيم، ليه؟ لانه في تحليل للسرعه، مومنتوم، وقت. في انتليجنس موجود في السيستم. هالانتليجنس هالديتا اناليتكس هذا هو اختراعك بس. Ready for the smart gym project? Yeah, let's do it. Yeah. What we're targeting right now are only the weight stack machine. I'm gonna create a small kit. You're connecting this kit to this machine. It's gonna tell you if you're doing things correctly. محمد فرج لا يعرف الراحة، يعمل لوحده بخبرة وحرفية خاصة في البرمجة وكتابة الخوارزميات. اللي أنا بعمله هو intelligent algorithm بيحاول يعرف عنك أكتر عشان يقدر يساعدك أكتر. عملتهم؟ يا والله هو أهم اثنين عملتهم يعني. يا محمد فرج مستقل كليا، بس تطلب منه يعمل شغلة ما بيقول لك ساعدني فيه، بيروح بكسر راسه لحتى لا يوصل لنتيجة طالبة منه. تطلع؟ سلام يا سأنزل. في فترة وصلنا فيها مسبق السكادجول تبعه بخمس أيام، كل شيء عم ينجح بطريقة غريبة. يلا يا مخترع العرب. أنا عارف أنا كنت عايز أعمل إيه وكنت شغال عليه، وكل حاجة اشتغلت بيرفكت. أيوة بقى معلم. البارت الصعب خلص. جاد محمد وإصراره على تنفيذ ابتكاره قابلهما الخبراء بتحد جديد لم يكن في الحسبان. Something else that's difficult to monitor is some exercises I allow a certain window of pain during the exercise. You know, how did it feel? Was that heavy? Do we need to increase the load? Sometimes you do need their feedback. Sports scientists والphysiotherapists دولي وجهة نظر إن لا ما في كمان. طيب بعد ما عملنا ريزيستنس دي اليوزر حس بايه؟ حس ان هو تعب ولا حس ان هو ما تعبش؟ If you want things perfect, much better, you have to integrate some biomarkers from the person itself. After the end of each set, yeah. They would somehow rate the intensity of the training, which yeah. is similar. Similar think, to our that, yeah. فكرة ان انا اخد فيدباك من اليوزر ما كانتش على بالي خالص. دلوقتي انا متاكد ان الفيتشر دي هتحسن من اداء البرودكت، واكيد كمان الحكام هيقدروا جدا الاديشن دي، وهتبقى احد البونس بوينتس المهمه في البرودكت. اختراعك انفراستراكشر بلس اناليتكس. اناليتكس يلا الجوريثم منشرنا شو عنام. لما قعدت مع السبورت ساينتست قال لي وات ايفر يو انالايز از نوت جونا بي اكوريت. انا ممكن ابقى قاعد هعمل اول واحده هنزل موبايلي رن فسكت استريحت. او كمان واجا جدك وجابوا لك هذا. لا ذيس ذا فيدباك اي جوت. لا لا روح شو بدك، ما راح رن التليفون، ممنوع التليفون عندك. والله فرت لي هلا بسلف اسسمنت، صار هو بيعمل اسسمنت لحاله زلمه.
هذا اتجاه الاناليتكس يلي نحن اعطيناك تشانس تبرهنه هون، مش تعمل هاردوير بعدين باصبعك تقول حاسس اني تعبان. هيدا ماتش لوور ذان ذا اكسبكتيشن. دمر لي الدنيا. اللحظه دي هاي اكسبكتيشنز تماما ان هو هينبسط باللي انا عملته لفيري لو بتخض. ايوني تشينجد كورس بيكوز ا ساينتست ضعيف. انت يمكن فيك تحمل حديد بس ضعيف بالمنطق تبعك. رحت بطريقه بدائيه ما قدرت اقنعته لهيداك الزلم. مين ما يجي لعندك تقنعه بمنطقك انت بقول له يا اخي انت اللي قلته صح بس ليك انا البرنامج تبعي بدون فيدباك من الزلم يعني يعطيني نفس النتيجه بيسكت. انا هعمل ايه دلوقتي؟ ما لازم اخد ديسيجن. انا عندي كروس رود دلوقتي بيقل، اديت وقت ان انا احاول اوصل لاوتبوت معين ومش ده اللي مطلوب. مش عارف اركز. انا دلوقتي متلخبط جدا. الحاجه اللي كنت حاطط عليها امل كبير مش جايبه نتيجه. انا سايب حاجات كتير قوي في مصر، سايب اهلي، سايب مراتي، سايب ابني، سايب شغلي. ابني مثلا بدا يتكلم وانا مش موجود عشان انا موجود هنا بحاول اعمل البروجكت، ودلوقتي شايف ان في حاجات كتيره بدات تتفكفك من بعض. عدة تحديث آلة التدريب الرياضي مع محمد فرج. محمد يعطيك العافية، فيك أنت تقيم حالك وتقول لي إذا المهام اللي حبيته تيصير هيدي الماشين اسمها سمارت ماشين، برأيك من 1 لـ10 قديش ذكية هيدي الماشين اللي خلصتها أنت؟ 8.5 for now. It's gonna be better. أنت متفائل جدا محمد. اللي أنا شفته بالريبورت بتاعك إنه كان في تحدي وهو إن يكون في ده الماشين نفسها بتديتكت الإكزوشن ده، مش أنت بتسألك وأنت اللي يبقى أوبجيكتيفلي أند نوت سبجيكتيفلي. أنت قدرت تغلب على التحدي ده؟ الفيدباك بدل ما اليوزر هو اللي بيديني الفيدباك 100% أنا بعمل ديتكشن مبدئي وأقول له this is the perceived challenge level وبسيبه يا يكونفيرم يا بلس يا ماينس. ده مع الوقت مش هحتاجه بعد ما لم انف داتا واعمل تريننج انف للالجوريثم. هي الانف داتا اللي عاوز تلمها قد ايه يعني؟ ناس كتيره بتتمرن على المشين. قد ايه كتيره؟ بتتكلم على الاف ولا بتتكلم على ميات ولا عشرات؟ اعتقد تو بي فولي كونفيدنت وود بي يعني ابوف 500 تو 1000 تو ريتش ا جود برسنتج اوف اكيرسي، وبعد كده از ات جوز ات اولويز جيتس بيتر اند بيتر. اذا كان ده فيتشر حسب ما انا شفت بالريبورت كان مهم جدا، وكان انت كنت في مفترق طرق زي ما انت قلت وسايب مراتك وابنك، انت بتحاول تكسب عطفنا ان هو طلعوا بالصوره. ده فيتشر مهم جدا للدرجه دي. لما سالك دكتور فؤاد انت قد ايه حققت قلت 8.5، مش شايف ان ده شويه اكزاجريشن سبيشالي ان انت ما وصلتش للفيتشر ده؟ يعني ممكن تكون رياليستيك اكتر وتقول والله انا في طريقي بس محتاج اعمل كولكشن اوف داتا هتاخد وقت فبالتالي ما وصلتش لهناك. ما هو 8.5 از ذا بيسس ان انا اي ديد سمثينج ومستني ان اوصل لل 100% او ال 10 اوت اوف 10 من الكولكتد داتا لما يبقى انسولد في الجيمز. ما كنتش قلقان، كنت متوقع السؤال ده يجي لان انا عارف ان الوقت كان ضايق ان انا اخلص الجزء ده. انا موافق معك، هو وافق معك. أوكي. عدد الاشخاص غير كافي، ولكن البروجرام الالجوريثم لازم يكون هو نفسه ان كانوا 5 أو 500. عامل هالبرنامج، عامل السيرفر، عم تحكي مع سيرفر ولا باللاين لوكلايزد على الماشين؟ حاليا الداتا از ستورد ان ذا ميموري على الماشين، بس سندنج انتو ذا سيرفر از نوت ذا ايشو. اتس نوت ا بروبلم سندنج انتو ذا سيرفر. طيب محمد انا بدي ساعدك. تعمل. هلا انت اول ما بلشنا نحكي بهالمشروع قلنا انه ما بدنا ندق بستراكشر وما بدنا وايرز، مزبوط؟ كابلات ممدوده ولا ما في شيء. بوكس بنحطهم صح؟ صح. This is what we have. بهذا البوكس اللي شو فيه؟ وايرلس ترانسيفر، التراسونيك سنسر، اكسلرومتر، ويت سنسر، ويت لوتس. وبطاريه؟ وباتري والمايكرو كنترول. وكوميونيكيشن؟ كوميونيكيشن يس ترانسيفر وايرلس ترانسيفر. فيري جود. سو هيدا كل الريتروفيتنج صار هون، ما دق بشيء ثاني بالماشين. ماشين مزبوط. رجعنا هيدا كلامب بدون لا دريلينج ولا شيء. مزبوط. كلامب اون. بيلزق عليه. طيب، تقريبا قديش بدك وقت تو ريتروفيت سلتش ماشين؟ 20 to 30 minutes. 20 to 30 minutes. بري بلاند انستليشن. طيب، هلا اليوم مثل ما انت عاملها هي الماشين وخلصها، لها علاقة بشيء جهاز حامله الدكتور زهيري؟
هو حامل هلا معه تليفون في يشبك معه مثلا هلا؟ لا ما في شيء. هل له علاقه بالسيرفر الموجود معنا بالاستوديو؟ لا لا. طيب انت انا اعطيك حقك اول شيء انه هيدا الميكانيزم والانفراستراكشر باللي وعدتنا فيه او فات مزبوط. كون ان دكتور فؤاد ينزل وهو اللي يدافع عني ده طمني كتير، لان هو شايف البروجرس اللي حصل، فده طمني ان هو مقتنع وحاسس ان الشغل اللي اتعمل كتير مهم. هيدا الجزء ضروري يصير تنوصل للانفنتيفنس. في فرق ما بين الانفنتيفنس والنوفل او انوفيشن. انت هون عملت شغله، يعني اذا بسال واحد كمان اختصاصه بالمجال في يعمل الانفنتيفنس تبعك كانت، وانا بدي اعمل كوتيشن، بدي حملك مسؤوليه اللي انت كتبته بتقريرك. وقت جيت لهون كتبت التالي، يقول محمد فرج: التراكينج اسينشال والكلاود از ان اسينشال بارت اوف ماي سوليوشن. فيك تدافع وينك انت؟ مش هناك انا سالتك وينك انت من الذكاء الاصطناعي لهذه الاله. صراحة أنا حسيت إنه شوي unfair اللي عم بيصير مع محمد، لأنه بعرف قديش صعب الواحد يكون بالستوديو هون. هو كان تركيزه كله على البروتوتايب، على تطوير الإلكترونيكس والمنتج، يعني كمنتج ما ركز كتير على الكلاود، وبعدين ما عنده كتير عالم تعمل معهم تيستينج تجمع الداتا وآخر شيء يطلع الالجوريثم تبعه. هلأ من بعد ما حملتك مسؤولية الكلام اللي أنت قلته أول ما فت لهون على الوركشوب، أعطيني العلامة المضبوطة بين 1 و10. 8.5 مصر؟ يس yes. أنا العلامة تبعي اللي حابة أعطيك إياها بعدين، بس أنت جيت كمان بأنه هيدي جزء من الإنترنت أوف ثينجز. يس. تذكر العنوان الخطاب؟ إت إز. طيب هات نشوف داشك أنت منخرط بالإنترنت أوف ثينجز. كم عدد الأجهزة تقريباً بالعالم اللي هن موصولين بالعالم بين بعضهم؟ أعطيني عدد تقريباً. هو الإكسبكتد في 2020 يعدوا الـ 1 بليون. 1 بليون؟ اكسبكتد في 2020 يعدوا، يعني بال 2020 رح يصيروا مليار. يس. انا بقول لك بال 2016 كان تقريبا عددهم 16 مليار. اوكي. وبال 2020 متوقعين يصيروا 50 مليار. يا 54. يعني انت معك جزء من الحقيقه بالجواب انه مليار اليونت، بس 50 تفرق عن مليار. 54.8 انا اسف. افتكرت الرقم. ليه عم اقول لك هي مش تنحاضر بالعدد؟ تقول لك انه وصل هذا الجهاز ووصل هذه الآلة إلى الكلاود مزبوط والسيرفر، ويصير في هناك أناليتكس مثل ما طلب دكتور زهيري، هو أساسي. ولذلك أنت من 1 لـ10 أكيد منك 8.5، وإن شاء الله تكون فوق 5. مش عارفين التصويت هيبقى فيه إيه، بس إن شاء الله أبقى من يعني فيرست سكند في البروتوتايب. أنا برأيي هذا، ولكن هذا رأيي غير نهائي، لأنه الاختبار دقيق من الخبراء. رح نحضره سوا قبل ما اعطيك علامات. يوم الاختبار الاخير لمحمد. قعدنا نشتغل لحد اخر ثانيه، فضبطنا اخر سكرو، هم بيشدوا الماشين. متوتر طبعا، مش عارف ايه اللي هيحصل. ادان عجبتك؟ فين بابا؟ بابا. هي طالما عجبته خلاص مهم. قد تريح المفاجأة محمد دقائق، فالاختبار الحقيقي بدأ. مستخدمان اثنان ببنية بدنية مختلفة سيختبران فعالية الجهاز. سيقومان أولا بتمارين رياضية صحيحة ومتنوعة لتحديد دقة ابتكار محمد. حبيت أعمل 3 ستات في الأول صح. أول ست بدي أحط 15 كيلو أعمل 10 ريبيتيشن. حسيتهم هينين، فرح قلت له إنه كانوا هينين. هو هنا اللي ظاهر بتوريني نزلت للآخر ولمست الجهاز، وفي نفس الوقت طلع صح ولا غلط؟ فعلاً طلع صح، دقيق جداً في الصح، على أساس إن أنا لو بلعب غلط هيبان معي. إحنا دلوقتي هنبين 3 ست التانيين، بس هنحاول نغلط فيهم عشان نشوف الجهاز هيشتغل معانا ولا لأ. أنا عملت أول واحدة صح، طلعت معايا كويسة، الباقي حاولت أعمل فيهم غلط وفعلاً طلعوا غلط. الانديكيتورز عم يعطوني انه عم كون سريع. جهاز مظبوط. بالنسبه للجهاز لازم تكون الشاشه قدامي عشان ما اقدرش الوح دايما رقبتي على طول. اذا كان معك مدرب، مدرب بيديك البوزيشن وبيديك العضله انظمها وبيشرح لك، ولكن الجهاز ذات نفسه بيبين لك ازاي انت بتلعب صح ولا غلط. لو هيضحك على المدرب مش هيعرف يضحك على الجهاز. كنت مستني كل دقيقه تعدي من وكل ثانيه تعدي من التست عشان اوصل للفاينل ريزلتس واشوف الفيدباك النهائي. معقولة يا محمد فرج عاوز توقع مش دماغنا رقبتنا؟
لا لا فاش. محمد كل التوفيق لك، شكرا جزيلا. شكرا. عندما كنت في المدرسة سمعت أثناء درس الرياضيات أن بعض الكسور لا تجبر وأنه يمكننا الوصول لنتيجة صحيحة بأكثر من طريقة. زينب اهتمت بطريقة جديدة في تجبير الكسور، طريقة صحيحة أم لا؟ راح نشوف مع بعض. الخلاف حول استخدام الآلة بدل الإنسان لم ولن يتوقف، واليوم اختراع ثوري جديد يشعل الانقسام. طبيب عظام في مواجهة ابتكار زينب. أسامة 42 عاماً، خريج جامعة نيويورك، طبيب عظام 15 سنة خبرة. ابتكار زينب يجبر الكسور آلياً، يرش المواد المستخدمة تقليدياً بشكل آلي، يضع المواد المناسبة في المكان المناسب بدقة وسرعة. النتيجة النهائية تعادل طبي وسرعة ودقة لصالح الآلة. مع آلة زينب ما كسر يجبر وبدقة. من فترة الوالد صار عنده حادث، جبرت ريله وكانت طريقة التجبير خاطئة، تسبب عنده التهاب وكان من الممكن أنه يسبب بته. فكرت ليش ما يكون عندنا طريقة تتكون طبقات الجبيرة على المريض نفسه بدون ما يسبب عندنا أي ضغط حق الأطراف. المنتج تبعك هي الآلة اللي بتصنع قالب جفصين مفيد. ما حدا صنع كاست جفصين بالمواد التقليدية بطريقة آلية، وهذه أول مرة بتصير. Synapse autocasting project involves a lot of complications. We have to work on several parts in the project involving the chemical mixtures, engineering development, and in the end, the final design, how to merge everything together. I do suggest that'd be a good idea for you is just to have a cast put on in a traditional way so you get to know the feel of what you're talking about. أنا عجبتني الفكرة وبصراحة عندي كل الجرأة إني أجرب تتجبر يدي، وحتى لو ما كان عندي كسر في النهاية أنا ممرضة، أنا أعيش مع المرضى في كل آلامهم، ليش ما أجرب جزء بسيط من آلامهم؟ حسيت فعلاً بوجود مشكلة لأن الدكتور يحتاج يسأل المريض هل الجبيرة ضاغطة، فكلام المريض ما يعطيك شيء ساينتيفيك. لا الحمد لله السلامة، الحمد لله السلامة. زينب عاشت شعور من يخضع لعملية التجبير، وهي خبرة تساعدها على انطلاق مشروعها. It's not going to be easy to find the right quantities for the mixture of the cast because she will first try it in some kind of a lab setup, but eventually in the end we're going to spray the material which will give a different result. I learned a thought about mixing the powder alone and the water. It's yeah, really cool. Let's see. This doesn't work. Okay, we just keep going. We'll find a solution. Okay. الأشياء theoretical تختلف عن الأشياء العلمية. لما يينا حق الأشياء العملية طلعت عندنا مشاكل. الكومبلكسيتي بالبروجكت تبع زينب هي انه بدها تعمل البروسيس اللي بالعاده بيعمله الطبيب اللي هو بيتالف من السوكينت وبعدين القطن وبعدين المي مع البلاستر، فاليوم نحن جايين نجرب الستيب الثاني اللي هي القطن، ولكن نحن رح نرش القطن وهيدي لاول مره بتستعمل بالميديكال فيلد. انا انسانه وايد متفائله، ان شاء الله راح تضبط. وي هاف تو ويت فور ات. نتيجة مخيبة للآمال. المذيب ما ذاب السليلوز اللي هي المكون الأساسي حق القطن. It's an experiment. I have another plan. And of course we're not gonna stop. Time is ticking fast, so I'm getting quite worried. I have an expectation that we'll get visit by Dr. Fuad Murad today. هذا البروتوتايب مالنا راح يثبت عملية الرش. يتحرك إياها. أنا ما أقدر أقول كم نوزل أحدد إلا إذا توفر البريشر سيستم. عملت شي تجارب؟
المواد اللي راح اكون فيها القطن ما توفرت لي بالشكل الصحيح. طيب الماتيريال ما وصلت ان تايم ولا بدها توصل ولا شو؟ تركيا في عندي قطن صح؟ صح. ليك قديش عندي قطن؟ بدنا نرش هيدا الباك مع مي تيجمد ويعطيني جفصين. اذا انا رشيت هيك وبدك ترشي مقابله مي قديش بده وقت تجمد؟ Actually for this I didn't try because انا احاول find the right angle عشان البارتيكلز تركب مع بعضها. لك ما راح الانجل ما راح يعمل الفرق، راح يعمل الفرق هي الضغط والاموال. اذا ناطر الانجل ما تنطري الانجل. اوكي. واللي شفته ما بيوحي بالثقه انك انت جاهزه لهيك. لا الحديث معك هلا يشبه الحديث بالكاستنج. I'm here to learn. ايه انا accept all of these to learn. مشاكل الجبس والقطن لم تنتهي وتحديات تقنية وفنية بدأت. شعور حلو اني شفت الماتيريالز لمسهم بيدي، بس بنفس الوقت انا the most important concern I have هي الميكانيزم لشغل الجهاز. ممكن يكون عندي شكل جميل بس مو بالضرورة اكون عندي جهاز فعال. We've been doing several experiments now with spraying the powder and so far it didn't really work. It turns out it is a very difficult thing to achieve, while it's actually the most important part of this machine, the spraying of the powder. It's even worse. أنا ما أشارك في شيء بدون ما أنهي، فأنا أدري يمكن إحنا شوية متأخرين، لكن إحنا بننهي في النهاية من كاملة. I made something new for you, and then it shoot like fly up. There we go. Woohoo! Okay, so this works. It's really nice. وصلنا الشكل الخارجي للبروتوتايب، رشينا الماتيريال، عطتنا بعض الخصائص اللي احنا نبيها، ركبنا الادوات داخل البروتوتايب ونجرب ان شاء الله يضبط. Yay! Sophie! I have good feelings about this actually. سرعة، دقة وسلامة. التشبير الآلي للأطراف المكسورة مع زينب أبو سهيل. أهلاً يا زينب. يا هلاً، هلا فيكم. عاملة إيه النهاردة؟ الحمد لله، الله يسلمك. اسمه إيه الجهاز بتاعك؟ Automatic Cast Device. بالعربي؟ جهاز التشبير الآلي. تعرف أنا بسميه إيه؟ تفضل. الفيل الأبيض. عارفة ليه؟ ليه؟ عشان عملنا جهاز كبير جداً وفي الآخر أنا برأيي إنه ما بيشتغل. تعليقات غير مناسبة لدكتور كبير في مكانه، تعليقات ما أحسها ملائمة لبرنامج علمي. طبعاً أنا ما اشتغلت بنفسي، أنا اشتغلت مع خبراء، ناس مختصين أوثق فيهم بشكل كلي. كل اللي سويناه أنا ما اشتغلت عليه بنفسي، كل It's a teamwork. كل بارت فيه كلنا اشتغلنا عليه أعضاء الفريق، أنا واثقة فيهم وأنا واثقة أن الميكانيزم اللي وصفوها لي والسرعة والسبيد اللي سووها والبرمجة يعني اللي سويناها يعني صح. زينب قصدك لو النتيجة كانت سلبية يبقى الخبراء فشلوا؟ لا لا لا، مش كده؟ أنا صاحبة الفكرة وأنا اليوم واقفة أتحمل كل المسؤولية. بالضبط، تحمل المسؤولية. نجح أم فشل أنا أتحمل كل المسؤولية، حتى لو فشلت أنا جداً فخورة في نفسي وقدوة للشباب العربي. لو كان عندك فكرة وخايف تفشل جرب وافشل، أحسن ما تظل خايف وتجربة تفشل. تجربة تفشل في النهاية تنجح، أنا راح أنجح. وحابة أكون مثال حق الشاب العربي اليوم إن إذا عنده فكرة وفي مجال للفشل يحاول. فيها ظلم شوي بالنهاية، هي تعبت على المشروع تبعها، بس اكيد انا برايي واحد يكون عنده فكره منها كافيه. يعني انا بطلع ب 10 افكار يمكن بالنهار، مزبوط، بس الاكزكيوشن هي المهمه. فمشان هيك انا لزينب بحس انه المشكله كانت عندها بالاكزكيوشن، الطريقه اللي تنفذ فيها المشروع تبعها. ايش انواع الكسور اللي الجهاز هذا يجبر؟ طبعا كبروتوتايب انا ان عطيت ان اجرب تو بروف ذا كونسبت حق الفور ارم. طبعا انا بشكل عام كنت اقصد اتوجه حق الكسور اللي في الاطراف، وبعد اكوردنج تو ذا ماليزيان هوسبيتال هذه معظم الاطراف. زينب مطلوب منك جواب، مش 10 اجوبه. سالك سؤال يعني رح يندم انه سال، جاوبي جواب قد السؤال. في أجهزة مختلفة حق مفاصل مختلفة أو أطراف مختلفة ولا جهاز واحد؟ سؤال وجيه، في الأبيض واحد ولا 10 أفيال؟ حالياً يكون عندنا جهاز واحد، ما راح نسوي جهاز آخر بطريقة كلش ديفرنت.
احنا راح نعدل على الجهاز، راح نعدل يمكن على الشكل، راح نعدل على السبراي ميكانيزم، لكن السبراي ميكانيزم راح تظل مثلها. اللي بيجبر بايده بيعرف كم الضغط المطلوب. نعم نعم. لكل منطقه ولكل كسر. نعم. انت كيف حتعوضي هذا الذكاء الانساني بالذكاء الالي؟ طبعا المواد المرشوشه راح تاخذ شكل الطرف نفسه، فما راح تسبب اي ضغط على المريض. بس الضغط اللي المطلوب لازم في ضغط مطلوب عشان يمسك الجبر، هل هذا جاي من السوكينت نفسه؟ السوكينت راح تكون ملائمه على شكل الطرف نفسه مع الكوتن لاير، ما راح تسبب اي ضغط، راح نعوض طبقه الجبس والطبقه اللي تجود فيها الجبس بدل الباندجز. الضغط مطلوب بس كم معين من الضغط مطلوب. صح صح. وبيختلف مكان الكسر ونوع صح. الكسر واشياء اخرى كثيره. صح. كيف فيك تعمليها هيدي بطريقه اليه؟ طبعا راح البس البيشنت الستوكنت المناسب، لما يتلبس الستوكنت المناسب المو واسع ولا الضغط، المواد راح تاخذ شكل الستوكنت. يعني انا بهذا العصر وما فيني اوصل لكاست بهالماشين بس غير الكيميكلز؟ طبعا. يعني انا عندي سؤال على الكيميكلز كومبوزيشن بس الماشين. صح. اي لايك. صح. باي ذا واي بعكس الدكتور زهيري، هذا الفيل الصغير يعني خلينا نسميه جامبو، انا احبه كثير للجامبو. هلا يمكن دكتور فؤاد جرب يطر الجو ويظهر موضوع الفيل الابيض، لانه بالنهايه يعني هذا واحد شخص تعب عليه للبرودكت، انه حرام ينقال عليه فيل ابيض انا برايي. وهذا الفيل الابيض اللي وراكي حبيب قلبي كثير مهضوم، لانه ليك ها فيني شيلها هيدي؟ لا لازم ترفعها على فوق. اوكي. اول شيء انه ليك هالماشين وحلاوتها فيل اوتوميشن، في عندك هون البومب ولا تاخذ سيلفي، انا اخذ لك صوره مع الماشين. يعني خلي معها سيلفي. انا اخذ لك صوره مع الماشين. اوكي. فيري نايس. هيدي تويت هلا من ستارز اوف ساينس. هيدي الماشين دافع عنا، ما انا فيل ابيض ما سماها ولا شو، اتس بيوتيفول ماشين. لا اكيد انا ما سويتها بنفسي، هذا جروب جماعي إيه؟ وهذا بروفيشنال اوف ديزاينرز، وانا جدا فخوره فيهم وفي الديزاين اللي طلعنا فيه. طبعا هلا بدنا نشوف اذا الكيميكلز اللي خبصتيهم بقلبها اذا عطيو كاست ولا لا، بس اذا ما عطيو كاست دافع عنا انه هيدي الماشين فيني غير الكيميكلز، فيني غير الكومبوننتس، فيني غير الخلطه. صح. أنا بدي أجي أعلمك دافع عنهم، لأنه دكتور زهير يعني سمينا أشياء كثيرة. طبعاً دكتور فؤاد أنصف البرودكت، لأنه عارف المشاكل اللي واجهتنا وعارف ممكن تنحل في المستقبل، وعارف إن المنتج ممكن راح يصير، وهو خبير في كل الكيميكالز والميكانيكالز إيشيو اللي واجهتها، وعارف إني راح أنجح عقب هاي التجربة. هاي الماشين جربناها، انت بتعرفي نتيجه التجربه والاختبار؟ طبعا ما اقدر اعرف من شروط البرنامج. هلا رح نكتشف التجربه شو نتيجتها. لاختبار فعاليه جهاز زينب اجرينا مقارنه بين التجبير اليدوي للاطراف المكسوره والتجبير الالي. رح نقارن بين الوقت اللي بياخذ كاستنج العادي والوقت اللي بتاخذه الماشين تبع زينب، وكمان رح نقارن الاوفر اول كواليتي اوف ذا تو كاست. Applying the actual casting was 2 minutes and 53 seconds. It's done. Device from a mechanical point of view works pretty fine. Outcome كان إنه في powder ومي مجمعين على فرد ميل من الإيد وما كانوا distributed evenly. The concept is good. The machine was good, but the actual execution, unfortunately, was a disaster. هيدي اوبورتونيتي لانه تحسن وتطور، تاخذ الفيدباك تبع الجوري تقدر تحسن البرودكت تبعها، لانه اكيد اكيد انا بقش على له مستقبل، بس بدها تشتغل على الاكزكيوشن تبعها. This is not the last step، وانا جد فخوره بنفسي، فخوره بالتيم اللي اشتغل اللي اياي، فخوره بالاكسبيرينس، المهارات اللي تعلمتها وبالنولج اللي اكتسبتها، ومثل ما قلت لجنه التحكيم كمان. وطبعا بالكل كل الكاستنج. طبعا انا ما اشوف نحن فخورين فيك لانه فكرتك كمان اصيله وجديده كثير. شكرا. يعطيك العافيه زينب، شكرا جزيلا لك، نتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق. المشترك الاخير في تصفيات الليله لا يخشى البلل ويريد اصطياد سمكه الفوز، فاصل قصير تصطادون فيه اخبار نجوم العلوم عبر موقع البرنامج starsofscience.com وصفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك، انستغرام وتويتر، خلكم معنا.
اهلا بكم مجددا في تصفيات بناء النموذج في الموسم التاسع من برنامج نجوم العلوم. مستمرين طبعا مع ضيف البرنامج بسام جلغة الفائز بالموسم الاول من برنامج نجوم العلوم. بسام، انت من الاشخاص اللي مروا في الصعوبتين، خلينا نقول صعوبات المختبر وصعوبات ما بعد الخروج المختبر الى عالم الاعمال بشكل عام. ايهما اصعب؟ الصعوبه الاساسيه هي عنصر الوقت. يعني انا مثلا كنت عم بشوف هلا بالحاله طبعا محمد، انا بوافق الدكتور فؤاد واللي قالوا عن انه الكلاود قديش مهمه وقديش الداتا بتتجمع من الجهاز، بس بنهايه الوقت كمان انه فتره الزمنيه الموجود فيها هون محمد قد ايه بده يلحق تلحق. يعني لهذا احنا دائما نتكلم عن بات اولي للفكره. مزبوط. اذا مش خلص تقدر انت تكمل عليها. بس بيتطلب الامر كثير من التضحيات، انه ما يفكر انه خلص خلص من ستارز اوف ساينس بعد شهرين ثلاثه المشروع رح يصير بالسوق. لا، يمكن حالتي انا اخذنا قديش 7 سنين. منا سهله ابدا الطريق. في كثير اوقات رح يكون يوصل مرحله الواحد يقول انه خلص ما عادش بدي، انا رح اترك رح الاقي شيء ثاني اعمله. لا، بس بدك يكون بدك على طول. ما هي هاي هون التريك، انه الواحد بده يرجع يفكر انه لا، انا قطعت كل هالطريق ما لازم اوقف هلا. شكرا جزيلا لك بسام. حجم صغير ومفعول كبير عبارات دائما نسمعها كثيرا في الحملات الترويجيه للسلع بشكل عام. فؤاد المشترك في حلقة اليوم، مش الدكتور فؤاد مراد اللي وراي، أراد أن يجعل من هذه العبارات واقعاً وليس مجرد دعاية ترويجية. What it likes for sure, 'cause I've never felt this good before. Ba 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 do ba 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 do down. هل سبق وعشت مثل هذا الحادث؟ فؤاد معه الحل. ابتكر آلة تحمي ثيابك المفضلة من الماء، توضع الثياب في الجهاز، تغسل كهربائيا بجزيئات النانو، تقنية ذكية تغلف الثياب فتصبح غير قابلة للبلل. كل إنسان عنده موهبة من هو وصغير بينميها وبيشتغل عليها. أنا موهبتي كانت دي كلمة واحدة، فضول. من سنتين بلشت أبحاثي بالإلكتروسبينينج نانو تكنولوجي، كانت بعدها أبحاث على الورق. بنجوم العلوم جاي أنقل هيدي الأبحاث لبرودكت قادرين يستفيدوا منه بالصناعة ونخدم فيه البشرية. فؤاد، أنت آخر عنوان كتير مهم، نانو ماتيريال ونانو تكنولوجي. أنا اليوم بعصر وقت لنحط نانو ماتيريال وبحول رمل الصحراء بصير أرض زراعية. أنت عن جد جاي بس تحول لي هيدي الجاكات تصير واتر بروف؟ لا. شو جاي تعمل؟ إشي أكتر من هيك. بدك تفاجئنا؟ أكيد. بدك تعمل سيف بروتوتايب فانكشنال ريدي تو بي ماركتد. عم نعطيك كل المواد الموجودة، كل الدعم، تفضل أبهرنا. Fuad's machine has about 500 needles. The special chemicals will go through these ports, and the electric field will pull the solvent from the nozzles to the collector, and the t-shirt is in the middle, so they get stuck to the t-shirt. Ahmad, فيك تساعدني؟ بمختبرات العالم قدروا يوصلوا بالإلكتروسبينينج نانو تكنولوجي لخمس نوزلز. تحدي الكبير قدام اليوم وصل لل 1080 نوزل. تجيب الكرو بقى وكل واحد يربط له واحده. هي ما هي الفكره انه ما بقدر اسلم حدا هالمهم لانه اي هاف 2% ايرور. جهود كثيفه وعمل شاق هما سر نجاح اي مشروع، وفؤاد يختبر الان فعاليه عمل مئات الفوهات في الوقت نفسه. هيدي اللحظه بتقرر اذا مسيرتي بنجوم العلوم رح توقف هون او رح كمل. اذا فشلت يعني فشل الاختراع، وإذا نجحت يعني أنا أول إنسان بقدر أعمل إلكتروسبينينج نانو تكنولوجي على 540 نوزل. خايف من السولوشن تبعي ما لازم تأذيني وتأذي اللي حوالي، خايف من الكهرباء العالية من 40,000 فولت. رح يكون في عنا زاعة بقلب المختبر. The biggest risk in the setup of Fuad is the fact that we are using potential differences of 45 kilovolts, which is really high.
طفينا وقفنا كل شيء. I had a feeling something could go wrong and something did go wrong. التحديات والصعوبات كثيرة، ولأن شخصية فؤاد لا تعرف الاستسلام فقد استمر في تجاربه. زبطت ماشي الحال. طلع اليوم برهنا انه قدرنا نعمل النانو تكنولوجي 100 ضعف اللي قدر غيرنا يبرهنه قبل. هيدا الشيء اللي صار. فيري جود. شو قلت له؟ يطلع من النازل يعني يصير في كثير ويست. لا لا ايه هودي ويست من قبل لانه ما كان عم يضرب الفولتج، صار عندنا مشاكل هون وقتها زبطت. ليك قد ايه في ويست سولوشن؟ كثير. ما بقى تجرب النوزلز بالريل ماتيريال تبعك لانه يو ويستد ا لوت، ضيعتوا كثير ماتيريال، اللي بيجربوا على نوزل، بيجربوا على 10، ما بيجرب على كل البليت، هذا المنظر اللي شفته بتجربه علميه ما بيعملوه. تحت ضغط الوقت، فؤاد يسابق الزمن لحل المعضلات وتركيب الجهاز. لا 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 Everything is against me, literally. أنا بعيد خطوة وحدي عن الـ proof of concept. رغم كل المشاكل اللي قطعت فيها، مصر إنه خلص الشغل. عم بيجي قبل الضو، لو بدي نام بالمختبر، الشغل بده يخلص وعلى الوقت. شو وينك يا زلمة؟ صباح الخير. ما عم بتغير. عايش باللاب. الشغل خلص واليوم المكنه صارت جاهزه للاختبار. This is the big test for Fuad to see if all the work that he did in the past weeks will be fruitful, yes or no. If something fails today, Fuad will have a big problem because we do not have time to change anything in his design. Now it's going to get exciting. يلا we can start. Bingo. Beautiful. Fell off. Perfect. Perfect. Well done. Well done. Alhamdulillah. لا تخشى المطر. آلة رش عازل نانو للقماش مع فؤاد مقصود. مرحبا يا فؤاد. مرحبا دكتور. أنت جبت معاك في الاستوديو الجهاز هذا الكبير، وبعد اللي سمعته أنه جبت شيء معاك صغير بتفاجئنا فيه، فقول لي عنه هذا. دغري على الأول؟ بحب المفاجآت. إي. فينا عزبك تجي لعندي بروفيسور؟ هيدا السيزون ما في لايف ديمو، فبنعمل لايف ديمو. اوكي. شوي شوي ايه؟ ظهرك خليني اشوفهم. زين، اوكي يلا. اوكي، لا منيح. ما في شيء بالهندسه اسمه 100%، كنت واثق 95%، بس كان في عندي خوف انه يفوت مي، بس اوريدي جربتها بالمختبر ونجحت. اشرح لنا هاي الثلاث برودكتس اللي تكلم عنهم، قول لنا ايش الفرق بينهم. جيت على البرنامج لبرهن تكنولوجي نقدمها لخدمه الصناعه، تبطل بين حيطان المختبر، لاعمل لها فاليديشن. نقيت الاشياء اللي عندي خبره فيها اللي خبرتكم عنهم بالكاستنج. اول وحده حولنا تي شيرت لووتر بروف بريذبل، ثاني برودكت كان ميكس بين ووتر بروف بريذبل من برا من جوا فور وند بيرنز اند ألسرز هيلينج للحروق البالغه، وثالث دكتور حيناقشني كثير، وثالث برودكت كان فور ماسل سترين للسبورتس ابلكيشن. دمجت بين الثلاثه مع بعض وكل واحد منفرد بالتي شيرتس وبالسوكس. الفكره بس لبرهن انه الكولكتر ممكن يتغير حجمه بسهوله ليغطي ثوب او عبايه او الثياب اللي بنلبسها عاده كلها. هذا قميص اللي جربنا عليه. لابسه. ايش قد اخذ وقت بحيث انه الكوتنج؟ سؤال حلو. رح جاوبك قد ايه اخذت وقت بالضبط. 6 دقائق و28 ثانيه. زين. 6 دقائق و18 ثانيه البيز و10 ثواني الفيس. فؤاد صراحه كان واثق من حاله، وبحس هذا هو كاركتيره هيك عاده، انه واثق من حاله. كان عارف اهم شيء انه عارف انه الشغل اللي عامله كان شغل مظبوط ساينتفك كثير بالابروتش تبعه. بس خليني زيد نقطه صغيره.
هو ذاته البرفورمانس حصلنا عليه بالمختبر ب 28 ساعه. انا جيت لانقلها من المختبر للصناعه، الوقت كان عامل اساسي. اسالك، انت قلت one statement بالريبورت بتاعك: this is the first time we use 540 nozzles. مظبوط. Right? First time ever. Ever. شو اللي وصلوا له اللي قبليه؟ الموجود حاليا بالسوق نوزل ابره من هودي او خمسي. نحن اول تيست كان بروتوتايبنج من شهر، طلعنا 540، 100 ضعف الموجود. تاني تيست هالماشين اللي هلا موجوده فيها الدبل، 1080 نوزلز. عم دوخ الناس بالارقام، انا مبسوط بالارقام بس غيري. لا انا بدي انت تحط لي العلامه. انا مبسوط بالارقام. شو بدك؟ اوكي، انت هلا الشيرت هيدي امتى عملت لها كوتينج؟ لبسها امتى يا محمد؟ عملنا لها كوتينج يومين، جمعه، ثلاث ايام. غسلتها شي مره من بعد ما عملت لها كوتينج؟ وفتت بموضوع قد ايه بيلزق النانو فايبر على التياب. يلا لنبلش ندافع. بصنفني سؤالي بحبه. دكتور لما نسال سؤال بصنفه باي؟ عم ساعدك. شكرا. أنا ممنون. هو مش محتاج مساعدة. بعتذر إذا فهمت غلط. حلو. فؤاد جونيور وفؤاد سينيور. لما فات لعندي على المختبر بهيدي قلت له عامل دورة. أنا لسه ما بلشتش أسئلتي لسه بالميديكال كله. عامل دورة بالنانو تكنولوجي، إجا سألني الأسئلة اللي أنا بإيد ست أشهر لأفهمها يعني وقت اشتغلت. إجا شبقني إياهم كلهم ورا بعض، انبسطت، ارتحت. في حدا يتحداني بإشي. متابعك متابعك. علميا أثبت إن هون نانو فايبرز عندهم ستيكبيليتي، عندهم أديجن على السيرفس. أنا عندي مشكلة هودي وقت اللي راحوا بالغسيل عن يروحوا على الأنهر تبعنا، على المحيطات، على البحر، على الخليج. حلو. عن نرجع ناكلهم بالسمك. حلو. بدنا نغسلهم، راحوا بالبيئة. أنا معي بسام جلغة، هذا الزلمة يهمه كتير مدينتي ونقابتي وبيئتي. كلنا بتهمنا مدينتي وبيروت، مدينتي ونقابتي ونقابتي وبيئتي طول الوقت بيئة. بلش يحكي سياسة. واستدامي. فؤاد جاوب على السؤال. جاوب على السؤال، شو صار بالبيئة؟ هلا كان شوي اجريسيف كمان الوضع، يعني بتلاحظ كان بيسال، بينسال سؤال دغري بجاوب، وبيحاول انه يفرجي انه اللي عمله هو صح وكذا، which is fine، بس انه اوقات كثير هيك بتخلي الواحد شوي يخاف اكثر. ما عندك شيء اسمه نانو فايبر حيفلت من التيشيرت، اللي حيفلت هو ممبرين، ما حتفلت حبل، هن نانو فايبر. طيب رح يفلت مايكرو فايبر، فيني اقول؟ لا، الريزلت مايكرو، بس هن نانو رح يصيروا. اللي سمعناه كثير حلو، علمي خطابات. نسأل سؤال يرجعنا أربع أجوبة. بس بدكم تعطوني مهلة من بعد نشوف التست. هلا رح نوقف نحن وياك، خليك واقف محلك. عال، ما رح أهرب. ما تتحرك. بدنا نشوف نحن وياك الأرقام اللي إجت من المختبر. بس إلي حق دافع عنهم لأنه ما خليتوني أعرفهم. أكيد بدك دافع عنهم؟ ماشي، أكيد بدي دافع. يعني للآخر. بدك تقول هودي غلط؟ ايه ما عندي مشكله اقول انهم غلط، بس بدك تسمعني اقول كيف بدي اظبطهم، واذا ما اقتنعت كون طيب. انا خسرت. خليك على هالموقف. اكيد يمكن تغير رايك. لا لا ما خلينا نشوفه. يلا فاينل تيست تبع فؤاد حكون على مرحلتين. اول مرحله بنعمل ووتر بروفنج للتيشيرت، وكمان ووتر بروفنج لبير اوف سوكس. بابا هلا عم بجربوا المكنه تبعي، فحبيت احكي لاني كثير موتر لاني عتلان هم. الله يوفقك. صلي لي. بنحسها شوي رطبة، بس فيها والنقط ما مفروض يكونوا. الساكس ما مبين شيء. للتأكد من جودة عمل الآلة، أرسلنا العينتين إلى مختبر معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة. ثلاثة أمور تحدد فعالية المنتج: الوقاية من الماء، تنفس القماش، ومتانته. من خلال التجارب تبين أن هذا القماش فعال جداً ضد المياه، وكذلك لا يتأثر مرور الهواء من خلال هذا القماش، وكذلك لا يؤثر على قوة القماش. فؤاد لم يقف عند هذا الحد، عمل بما لديه من موارد على إيجاد حلول طبية تعالج الحروق البالغة، الحوادث الرياضية، التقرحات والتشققات الجلدية لمرضى السكري، والكلمة الأخيرة لنتائج المختبر. تبين وجود دراجز على القماش، وهذا يبرهن على إمكانية استخدام هذا المنتج في المجال الطبي. فؤاد يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. المرحلة الثانية من تصفيات بناء النموذج انتهت، وحان وقت الحسم والتصويت على المشاريع. النتائج بعد الفاصل، خلكم معنا وتابعونا على startupscience.com وصفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنستغرام، وتويتر. خلكم معنا.
حياكم الله مجددا. محمد، زينب وفؤاد ثلاثة في ميزان لجنة التحكيم، واحد فقط من الثلاثة راح يترك البرنامج. نجومنا الثلاثة تفضلوا. كانت مواجهات حامية مع أعضاء لجنة التحكيم الثلاثة، معاكم أنتم الثلاثة، أتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق. أعضاء لجنة التحكيم، القرار لكم وبأيديكم، تفضلوا بالتصويت. شكرا لأعضاء لجنة التحكيم الموقرة، محمد، زينب، فؤاد، كلكم اجتهدتوا وكلكم بذلتوا أقصى ما تستطيعون خلال الفترة الماضية. تعرفون جيدا أن قوانين البرنامج لا تسمح إلا بانتقال شخصين من بين الثلاثة، في شخص واحد للأسف راح يغادرنا. النتائج بالأرقام بدون الإعلان على الأسماء أتت على الشكل التالي: في المركز الأول 96%، المركز الثاني 84%، في المركز الثالث 66%. جاهزين لتعرفون من منكم صاحب كل رقم منهم؟ أكيد. بسم الله. بسم الله. صاحب المركز الثاني هو ابن مصر محمد، مبروك. أما الذي حصل على نسبة 96 نقول لك ألف مبروك يا فؤاد، مبروك. زينب، شكراً جزيلاً لك. شكراً جزيلاً لك. تعبر أكيد عن فخرها بإخوانها اللي شاركوها المشوار لمدة من الزمن. شكراً جزيلاً لك، نتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق يا زينب خارج أسوار برنامج نجوم العلوم. بقي جولة واحدة مشاهدينا الكرام، والجولة الثالثة من هذه المرحلة، وبقي عندنا ثلاثة مشتركين يحضرون أنفسهم لمواجهة حماسية وحامية مع أعضاء لجنة التحكيم. موعدنا يتجدد إن شاء الله الأسبوع المقبل. لا تنسون تتابعونا عبر موقع البرنامج starsofscience.com وصفحات التواصل الاجتماعي على فيسبوك، تويتر وإنستغرام. أما الآن أستودعكم الله، مثل ما على الحب التقينا على الود دائماً نلتقي. في أمان الله. كويس ان احنا قدرنا نطلع من المود بتاع اللاب لمكان مختلف شويه عشان نودع زينب. من بعد شهرين تعلمت ضحك لبناني؟ ايه؟ لك انا امي وبي لبنانيين. بقيتي مصريه خلاص؟ لا لا، ستي لا مصريه. لا يا زينب، ستي مصريه. لا لا. الله. بنصحها لزينب يبقى عندها هيدا الحماس اللي حلو تشوفه ببنت عربيه عم بتجرب تشق طريقها لحالها. I'm so proud of you ترى، وايد proud of you. تعرفون انت عز من اخواني، محمد وفؤاد اخواني اللي ما جابتهم امي. وايد حبيت الاوقات اياهم، كل وقت قضيته وياهم كان احلى واغلى من ذهب. انا راح استفيد من الخبرات والمهارات اللي تعلمتها، كل نقطة فشل راح ابني عليها، وان شاء الله نوصل الى منتج يفيد البشرية.